شاهد لتعلم ما هو أفضل فيتامين لعلاج ما يسمى بعرق النساء، وهو ألم العصب الوركي أسفل الظهر الممتد إلى الفخذ والساق، حيث يمتد العصب الوركي من العمود الفقري إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق وإلى القدم، إنه أطول وأكبر عصب في الجسم. يحتاج العصب الوركي إلى بعض العناصر الغذائية ليعمل بشكل صحيح، لكن النقص الذي سيحدث أكبر ضرر للعصب الوركي هو نقص فيتامين B2 الريبوفلافين، لكن B12 وB1 مهمان أيضا. قد يكون أخذ المركب B بأكمله هو أفضل طريقة لتجنب النقص وتخفيف الأعراض، وذلك بعد استشارة طبيب تغذية علاجية. كذلك فيتامين بينفوتامين مفيد أيضا، وهو نوع قابل للذوبان في الدهون من فيتامين B1. جميع فيتامينات به قابلة للذوبان بالماء، ولكن فيتامين بينفوتامين يتم تصنيعه ليكون منحل في الدهون، فيخترق جدار الخلية العصبية المحاطة بجدار دهني بسهولة، مما يزيد الفاعلية. الأعراض التي يجب عليك أن تنتبه إليها لنقص فيتامين B2 المهم: اعتلال الأعصاب المحيطية، الأطراف ضعيفة، آفات أو مشاكل جلدية، انتفاخ الفم أو اللسان أو احمرار اللسان، انهيار الجهاز العصبي، الكعوب المتشققة، البشرة الدهنية خاصة حول الأنف، فقدان حاسة السمع. يمكن أن يحدث نقص فيتامين B2 بسبب عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين B2، ولكن يمكن أيضا أن يكون ناتجا عن مشكلة في القناة الهضمية تدمر قدرتك على امتصاص العناصر الغذائية. في هذه الحالة قد تحتاج فقط إلى أكثر من المتوسط من كمية B2 لتزيد فرص الامتصاص. ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين B2 التي يجب عليك أن تتناولها؟ الكبدة مثل كبدة البقر والغنم والدجاج، اللحم البقري أو لحم الخراف الذي يتغذى على العشب، المحار، الفطر، المكسرات النيئة، البيض، السمك. إذا كنت تعاني من عرق النساء فننصحك بتناول الشوكولاتة المرة، وهي من العناصر الغنية جدا بالمغنيسيوم، ويمكن تناولها بمقدار 50 جرام في الفترة المسائية. ينصح أيضا بتناول السمسم لأنه غني بالكالسيوم، يتم أخذ حوالي 100 جرام من السمسم في المساء ابتداء من المغرب وحتى منتصف الليل، ويتم تناول السمسم على عدة مرات حتى إنهاء 100 جرام قبل منتصف الليل. يمكن استخدام دهن الخروف في التخلص من تلك الآلام. استخدام دهن الخروف البلدي، حيث يتم تقطيع الدهن على شكل مكعبات ويتم وضعها على النار حتى تسيح وتصبح زيت. يتم أخذ جزء من الزيت ويمكن تناوله مباشرة بالملعقة، ومن لا يستطيع تناوله بالملعقة فبإمكانه عمل طبق من سلطة الأوراق الخضراء، ويتم وضع الثلث الأول من الزيت على هذا الطبق من السلطة. كما يمكن إضافة ذلك الزيت على كبد الدجاج أو كبد الخروف عند طهيه. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.